أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيتها المرأة المتبرجة، أيتها العاصية لكلام الله والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعي ووعي معي من كلام ربي حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.